مع بنت رمضان، الجو معنا ياسر مزيان. انتي يلي تسمع فينا جبنا لكم دبارة بنينة في وسطها حكاية وتشنشينة. ما لفاش تستنى وعدل الموجة مع نور والكرونيكور كل يوم من الاثنين للجمعة من ماضي 3 للخمسة على الحياة فام. رمضان على الحياة فام، بنا أخرى. أكيد رمضان على الحياة فام بنا أخرى، مادامكم برونشي على 90 التيثة. مرحبا بالناس كل معضلة الموجة علينا، هكا نرجع لكم دائما في آخر أيام رمضان المعظم المبارك. إن شاء الله هكا تعدى بالصحة بالبركة بالصيام، وأكيد هكا إن شاء الله نكونوا دخلنا لدياركم برشا برشا فرحة. كما العادة بنت رمضان تبدأ معكم من توا حتى للخمسة متاع العشية، تعودتوا بينا بمختلف الفقرات، التشنشينة، صندوق عجب، الغسيت لبنينة اللي تجي من عند شيفامي، وايضا الكادويت الحلوين اللي باش يكونوا بعديك في الشوارع القيروانيه وتستناونا كل يوم نخرجوا للشارع ونلقوكم وتجمعوا تاخذوا الكادو لكم انتم ولا للنساء اللي الكديحات في الكوجينه. عاد اكيد الشهر هدايا للنساء اللي دخلوا للكوجينه، خاصة اللي يخدموا ويدخلوا للكوجينة ويصنفوا ويخدوا بالخاطر ويخدوا بالشهوي. أكيد احنا الحياة فهم حق الملح علينا، احنا خويا احنا باش نعطيكم الكادو الحلو هذا والمزيان ليكم انتم على قد هكا رد صغير هكا للجميل اللي اخديتوا بخاطرنا واخديتوا بخاطر الناس العزيز عليكم. قبل ما نبدأ وساعة شكر كبير لتوكال اللي دائما مأمنت لنا الحصة مشكل اليوم طيلة شهر رمضان المعظم. أكيد إحنا بما أن إذاعة صحة وتعرفوا لي إحنا صحتنا وصحتكم تهمنا، إذاك علاش ما نختار لكم كل البرودوي الصحية، الحاجات اللي تكون ما فيهاش مصبرات اللي تكون به لصحتكم. نحكيو على طماطم البيروكي اللي فيها المنافع الكل، الطماطم المختارة بالكعبة بالكعبة، نحكيو على هريسة منار جربة، وبيان سور المعجون اللي على كل لون يا كريمة ما تزايوش بعطيك. بيان سور الغوسات نتاعنا باش تكون كيما العادة ببرودوي توكال. ايضا شكر كبير لحليوي فراغرانس اللي مأمن لكم لي كادو كل يوم كل يوم لي كادو من عند بارفيمري لحليوي، مأمن لكم الكادو المزيان. وايضا شكر كبير ل بارا فارماسيرين اللي ديما زاد مدلتنا بالكادوات. قبل ما نبداو الحصه الليله ليله مباركه، الليله ليله فيها كلها بركه. الوغ ليله 27 الوغ اليوم عندنا احنا كالحياه فام ايفينمون حلو برشا برشا ومزيان. ان شاء الله باش نكونوا على موعد معاكم ابارتيغ من 9 متاع الليل في بطحه الجامع الكبير، باش تكون ان شاء الله ايفينمون كبيره برشا برشا. بما ان احنا دائما كل ما نلقاو الفرصه باش نطمنوا على صحتكم وباش نشوفوا لي صحتكم لاباس، اكيد ما نفلتوش الفرصه باش يكونوا عندنا خيمات، منهم خيمه باش تكون سبيسيالمون باش نطمنوا عليكم باش نقيسوا لكم السكر والدم بعد الصيام وبعد الليفور اكيد. والخيمه بيان سور باش تكون مجانيه 100% والدعوه مفتوحه للجميع. ايضا باش تكون فما مرافقه بانيماسيون، باش تكون فما كادويت برشا كادويت برشا دي سمارتفون من اهداء تونيزي تيليكوم، برشا 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 برشا. ما نحبش هكا نحكي لكم برشا على ليفينمون، نحبكم تكتشفوه الليله مع بعضنا. ان شاء الله باش تكون زاد الجو الصوفي، الجو الغنائي، الجو الحلو. ليكيب كامله ايكيب الحياه اف ام الكل باش تتنقل وباش تكون معاكم. عرض زاد باش يكون عرض للمنطاد باش تشوفوا حاجات مزيانه برشا برشا برشا، باش تكون حاجات ترفيهيه وخاصه باش تكون زاد بادره حلوه للناس اللي تحب تتبرع لفائده جمعيه صوت الطفل، باش تكون زاد خيمه موجوده للناس اللي تحب تتبرع سواء بمبالغ ماليه او بحاجات يعني ملموسه دي برودوي دبش مهما كان لجمعيه صوت الطفل. احنا باش نكونوا على ذمتكم واكيد ان شاء الله باش تكون الفرحه فرحتين بما انه ليله 27 والعيد قرب، وايضا رمضان سي بون كهو ما قعدش فيه برشا ايامات.
ديجا يلا خويا نسمعوا البرومونتير نتاع 27 27 رمضان احلى لما في القروان ومع الحياه فام تحلى السهريه في افضل الايام. موعدنا ليلة 27 في بطحة جمع الكبير مع سهرة رمضانية ضم الإنشاد الديني، المسابقات والكادوات. وعلى خاطر صحتكم عزيزة علينا والعيد جايينا، فرحتنا بيكم تكمل مع خيمة تحسيسية للسكري وضغط الدم باش نطمنوا على صحتكم. ما نكونوا في الموعد نهار الأربعاء 27 أفريل مع 9 متاع الليل على الحياة فام. نهار الأربعاء 27 أفريل مع 9 متاع الليل على الحياة فام. رمضان على الحياة فام دنيا أخرى. أكيد أنا ميرسي لتونو سبونسور اللي باش يعملونا لي كادو نتاعنا لليوم، تونيزي تيليكوم، أحلو مدام عربية، بارا فارماسي سيرين، كل ما نحب ننسى حتى حد لمحالة فريقي جي اس ام، الناس الكل اللي باش تعطيكم اليوم برشا برشا كادوات. ألو خليكم على الموعد، احنا إن شاء الله نبداو الموعد نتاعنا أبغتيغ من 9 نتاع الليل في بطحة جامع عقبة ابن نافع بيان سور، باش نكونوا على ذمتكم. نعاود نذكر اللي إن شاء الله الحملة او الخيمه هذه اللي باش يقيتوا فيها الدم والسكري باش تكون خيمه راهي مجانيه، الدعوه مفتوحه للجميع، للناس الكل مرحبا بها باش تجي بحضنا وتقيس ونتقصى على الامراض هذوما. عافانا وعافاكم الله، لطف عليكم الناس الكل، ان شاء الله صحه بخير وان شاء الله الناس الكل بخير. سينو احنا زاده كدوتنا موجوده دائما والربح موجود كما قلنا، تنجموا زاده تشنشينا كما كل جمعه تشتركوا معنا كادو من اهداء الفريق جي اس ام وكادو كما كل يوم من عند حليوي فاغرانس هذيا باغ ديفو باغ ديفو تربحو فوالا. سينو اكيب كامله معانا واكيب كامله دائما تكون بحذانا. تحيه كبيره للاكيب تكنيك اللي ديما منورتنا وديما معانا، زميلتنا امنه بوخيت كل هلال كل هلال رمضان. امنه بوخيت سي بون جينا هكا في اول رمضان ليله عيد، جينا ليله عيد سيدي سلم عليها برشا 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 معانا اليوم في التكنيك، وايضا نفرحوا برشا برشا كي سهيل يبدا معانا والتصويره المزينه اللي قاعدين تتفرجوا نرجع عليها اكيد من اخراج سهيل زميلنا من خلال الباج اوفيسيال نتاعنا. سينا مقدم الميكرو ومعكم نور بيجي ودائما ما جيتش وحدي، معايا حمزه بالشيخ. يا مرحبا عسلامه، مرحبا مرحبا بكم الناس الكل في ليله في عشويه في ليله مباركه سعيده. اليوم ليلة 27 معناها 26 في رمضان، إن شاء الله صومكم مقبول وربي يتقبل منكم الناس الكل. في هالمناسبة هذيا نحب نهدي لكم هكا لمحة صغيرة باش ناخذكم شوية معايا في روحانية. كم لله من لطف خافي يدق خفاه عن فهم الذكي، وكم من يسر أتى من بعد عسر ففرج روعة القلب الشجي، وكم من أمر تساءُ به صباحا فتعقبه المسرة بالعشي، إذا ضاقت بك الأحوال يوما، إذا ضاقت بك الأحوال يوما فقل يا رب يا رب فقل يا رب أغثنا يغاث من توسل بالنبي. يعطيك صحة. هو لا محالة الليلة زادة باش نشوفوك تقدم في عرض جميل وجميل جدا إن شاء الله. شوفوا حمزة زادة لايف
بالستيل الغنائي جونا في اللايف نحن اكزاكتومون. الوغ مع فرقة ان شاء الله نواه هكا ولا لا المجموعة صوفية ان شاء الله شكون هذه اول خطوة باش تخطيها نحو الامام ونحو النجاح ان شاء الله. ان شاء الله اللي هي مستخرجة من ريحة العنبر هكا من ريحة فيح العنبر. الله الله العنبر فيح سميتها العنبر فيح اللي هو العنبر جاي من حاجة فيها ترنمات فيها مسك فيها الأذكار فيها الحاجة المزيانة فيها الحاجة المقدودة وربي يوفقنا إن شاء الله. أمين يا ربي لا شك فيه إن شاء الله باش تكون حاجة حلوة وجميلة جدا من عندكم وخاصة من عند كتي حمزة بشيخ صلاح. يا مرحبا يا مساء الفل ومساء الورد ومساء الياسمين عليكم كلكم. الله يخليك. وعلى كل السادة مستمعين إذاعة الحياة في أم اللي بيسمعونا دلوقتي على 90.3 نحب نقول لهم كل سنة وأنتم طيبين. بصراحة أنت خليتني في حالة حمزة يعني حلقت بنا في عنان السماء على بساط الأنس بجد يعني أبكيتني والله بجد. النهاردة طبعا يوم مش عادي النهاردة إن شاء الله يعني ليلة القدر بإذن الله خير. ربنا سبحانه وتعالى يعني لما خلق الخلق اصطفى منهم أمة النبي عليه الصلاة والسلام ولما خلق البشر جميعا وخلق الأنبياء اصطفى منهم سيد الخلق عليه الصلاة والسلام ولما خلق الشهور اصطفى من الشهور شهر رمضان لما خلق الأيام اصطفى من جملة الأيام ليلة القدر. فلما نيجي نتكلم عن ليلة القدر نقول إن هي ليلة التنزيل الليلة التي نزل فيها القرآن الكريم على النبي عليه الصلاة والسلام وهي ليلة مباركة إن ربنا سبحانه وتعالى قال إن أنزلناه في ليلة مباركة وهي ليلة الفصل والتقدير. يعني إيه ليلة الفصل والتقدير؟ يعني فيها تقدر أرزاق العباد وفيها تقدر أعمار العباد وفيها تقدر حياة العباد جميعا. هي ليلة الخير وليلة السلم ربنا قال عليها ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة السماح وليلة الغفران قول الرسول من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. فيعني يريد نخليها ليلة الغفران وليلة السماح وليلة الدعاء ومن جملة الدعاء ادعي زي ما انت عاوز اللي في قلبك قوله. فاحنا ممكن نقول دعاء بسيط كده كده جميعا في الاستوديو والسادة المستمعين يأمنوا ورانا ويسمعوه. فلنقول دعاء في ليلة القدر. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تدع لنا يا ربنا في هذه الليلة العظيمة المباركة ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا دعاء إلا استجبته ولا تائبا إلا قبلته ولا عاريا إلا كسوته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا مؤمنا إلا ثبتته ولا طالبا إلا وفقته ولا عاصيا إلا هديته ولا مظلوما إلا نصرته ولا عدوا إلا أهلكته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم ارزقني وإياكم في ليلة القدر فضل قيامها وسهل أمورنا فيها من العسر إلى اليسر واقبل معاذيرنا وحط عنا الذنوب والوزر يا أرحم الراحمين وارزقنا الحب والإخلاص والتسامح. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وكل عام وأنتم بخير. يعطيك صحة يعطيك صحة على هالدعاء الجميل والكلمات الحلوة. صلاح مشكور جدا جدا جدا, جدا اللي دخلتنا في المود متاع الدعاء. إن شاء الله يا ربي دعاء مقبول للناس الكل. اللهم أمين يا رب وكل اللي بيسمعونا دلوقتي أكيد. يا رب أي إنسان هكذا دعوته إن شاء الله مستجيبة ليلة ليلة بكلها بركة ليلة كلها تقرب من الله عز وجل. إن شاء الله يا ربي هكا تصوموا بالصحة وإن شاء الله الدعاء مستجيب. سينا وإحنا في بنة رمضان دائما عنا لكم اتشانشينا تعودنا بها ولا الغيتويل متاعنا كيما كل يوم. اليوم اتشانشينا جينا من عند حمزة تسويت في اتشانشينا. نعم وقيد التشانشينا تشانشينا. هاي سيدي اليوم تشانشينتنا لليوم نقولها من عند حمزة بشيخ. قولها هنا ولا تقولها انت كيما تحب. قولها انت. قال لك يا سيدك على انثى معرشة اي في الارض مكرشة اي ولدها سلطان وولد ولدها شيطان. خل عاودوها للجماعة. قال لك على انثى معرشة في الارض مكرشة ولدها سلطان ولد ولدها شيطان. لطف ربي يطف بينا بعد علينا شواطن والدنيا امين يا رب. صلاح
انت عارف كل عادة معلش قولي انا عارف كل حاجة. استعوذ بين الشيطان الرجيم تطلع. هم مسلسلين دلوقتي الشياطين. اي صحيت هم مسلسلين. خليقة ولا صنيعة؟ اعتقد خليقة هي. خليقة. خليقة. طالما في الارض زرع ممكن. بالعالمين. زرع ممكن. هي بدأت تيجي خلاص. عندك اقتراح عمنا؟ عمنا ملهاش في السلسلات. نعم. سهيل انت ما غير من. عندك اقتراح؟ كسب. تعطين. الاذن. الحصان. الحصاد. لا الحصاد لا الحصان. زوز بعد معنا. هنخليو الفرصة للسادة المستمعين هكا تبقاو تشوشينا على الباج اوفيسيال امتعنا. اكيد اقتراحاتكم تجمو ادخليوها. وهذه هي تشوشينتنا لليوم. بنة رمضان. بنة رمضان. بنة رمضان. مرحبا بالناس كل اللي معضلة المجعلينة. مرحبا بالناس كل اللي تحقت بنا أكيد على الباج أوفيسيال متاعنا ولا على لي فريكونس متاعنا. يلا حنا مكملين معكم الوقيت هذا نمشيو مع بعضنا لصندوق عجب تسويت مع حمزة بالشيخة. صندوق عجب. صندوق عجب. مرحبا حمزة. عسلامة. مرحبا نور. مرحبا بالكيف الكل. مرحبا آمنة اليوم معانا. حكاية بشيخ عليها برشا اليوم. برشا ماكلة هكا بنينة من الكوجينة كذا. هيا سيدك الكوجينة التونسي هي أهم حاجة وعندها خصوصية. الكوجينة التونسية كما سميناها خرجت ولا خرجنا منها برشا أكلات عندها تاريخ كبير وحضارة عريقة. منها الحضارة البربرية والبونيقية العربية يهودية تركية إيطالية وثقافات أخرى. كي جاونا الأندلس من بلادهم بهتنا فيهم أما عجبونا ولا وقتها يتشهاو علينا. بالطبيعة لهنا يلزمنا نحضروا لهم حاجة تليق بالمقام متاعهم. ما تعرفوا عينيهم كبيرة ومزيانة على كلونيا كريمة. عندهم لغنج عندهم العين المعشبة عندهم العين الزرقة. هيا قلنا برا نحضروا لهم ماكلة ونسميوها عين اسبانيورية. أيوة. كيما هكا النساء اللي جاونا هربين بدينهم من اسبانيا لتونس خذوا العظم وصمتوه وطيبوا اللحمة وفرموها وخلطوها بالعظم الني. وبعد خذوا هكا العظمة المصموتة ولفوها باللحمة وحمروها في الكوشة وقصوها في اثنين. اش عطات؟ عطات حاجة غنجة في وسطها أبيض والأبيض فيها فصاصة صفرة شهلة. ايه هذه هي العين اسبانيوريه. اسبانيوريه يا سيدي الله حرام عليك. الله منك ولا مش شيف. في عام 1574 جاونا الاتراك العثمانيين مع سنين باشا. ما وقبل صارت الحرب على تونس بين الاتراك واسبانيور هذو ما يقولوا لينا وهذو ما يقولوا لينا برا عاد ما فهمناش نحنا تبعين شكون. وصلتنا الحفصيه تهلهلت ومشات. وكي جاء العسكر الانكشاري من جملة ما جابوا معاهم الصبة اللي عندهم. تعرفوا شنية الصبة؟ الماكلة اللي كانوا يأكلوها الجيش اللي هي ماء وحمص ويفركوا فيه طرف خبز ويحطوا فيه طرف هريسة وساعات ساعات يخرشفوا فيه طرف طماطم. تعرفوا شنو اسمها الماكلة هذه؟ البليبي. اسمها البليبي. ومن دراك من البليبي؟ نعم البليبي نعرفوه الناس الكل وخاصة نشريوه من الشارع. وثم اللي قدوا في الدار حمص وماء وثوم وهريسة ومعهم طرف كمون على العين هكا. أما هالكلمة تعرفوا شنية تفسيرها بالضبط؟ هي بالتركي لابلابي معناها حمص بالتركي. والتوينسة لهنا عادة ما نحكي لكم شي تفنوا في قدين اللبلابي وأبدعوا فيه. اللي يعملوا بالتن اللي يعملوا بالهرقمة اللي حصيله كل واحد على لون كل على لون يا كريمة. نرجع بكم توا لوقت الدولة الحفصية في تونس اللي من عام 1228 حتى عام 1574 كانت عندهم عادة في الربيع في ميو يقولوا يخرجوا يقبلوا الربيع. والصغار والشباب في هيك الوقت يخرجوا خارج باب الخضرة ويأكلوا الخضروات كيما الفجل كيما البسباس وكيما الخص. لكن هذا يأكلوه الشباب البر. هاو كان ساعة في الديار من العادة هذيك باش يبدعوا ماكلة يسميوها البسباسية. البسباسية هي مرقة بسباس والحم واللوبيا. والبسباس لهنا يرميوه في الاخر على المرقة باش يبقى أبيض اللي هو لون الربيع. والماكلات المشهورة عنا في تونس تربطت باليونان. إيه نعم باليونان يا سيدي. قالك الجريك
كما تعرفوا جاونا لتونس وكانوا مواطنين وفيها حتى كانت عندهم كنيسة خاصة عندهم هوني، ومن جملة ما جابوا معاهم ومن عاداتهم وتقاليدهم جابوا الجريجية اللي هي شربة نوع من الهرقمة يعملوه بساق البقاري وتطيب في مرقة وفيها الحمص، وآخر ما تطيب الجريجية تزيد معاها مغير فخل. ثم عيلة في تونس يقولوا لها دار الدنوني. هذه العيلة تشهرت، هي بيت أندلسي، والدار موجودة لتوا في نهج الجلد اللي يمحاذي نهج المقطع. عائلة مجيدة وجت من الأندلس، كانوا صنيعية متاع حرير وشواشية، والأهم من هذا الكل تسميه بنوع ماكلة يقولوا لها البريك الدنوني. بريك الدنوني طلع اسم عائلة من الحكاية. هالبريكة هذية كيما تعرفوا عجينة معمولة بسميت والحم وعظم مخلطين بالمعدنوس، ويتحط فيها هيك الحشو عادة في كلبات اللي حضروها وتتقلى في الزيت. يا سيدي توا بالهلالو بالهلالو، يا مشموم الفل تستش ممشي، يا مشموم الفل. شكون ما يعرفش المشموم عادة؟ لكن اللي مشموم اللي باش نحكي لكم عليه اليوم راهو يتاكل مش يتشم. يا سيدي باش نحكي لكم على مشامم البروكلو. ناخذوا البروكلو نفصوه مشامم مشامم، يتلف العظم والفارينة ويتقلى ونعملوه مرقة خاصة. هاو كامل اللي كانوا مشامم محطوطين في القرن تولي مشامم ناكلوها، اي بشفي ان شاء الله. اسبانيور موكي تردوا الاندلس، العرب والمسلمين واليهود قالوا لهم ما عادش عندكم بلاصة لهنا، هزوا زادكم وزواتكم ومقر على قلبكم وفاتكم، وما تباتوا ما تصبحوا. اش معناه هزوا زادكم وزادكم؟ معناه هزوا ماكلتكم ولبستكم اكرهو. ايه نعم، معناها لا يهزوا لذهب ولا يهزوا فلوس. جات امراه حكيمه وعملت عجينه بسميت فيها طريفلية متاع علوش، وجبدتها مليح وطيبت اللحم وعملت به قراطس سميتها بناطش. لكن يا جماعه ما حشتهاش باللحم المراه كيما نعرفوا، لا يا سيدي. تعرفوا اش حطت فيها المراه؟ حطت في بلاصتها اكل حشو تاع اللحم، حطت الخواتم نتاعها والسلاسل نتاعها والرعاش نتاعها، الحصيل وكل ما هو مسوغ حشته في هاك القراطس اللي بسميت. الظاهر عجينه والدخلاني ذهب. ياك هاو جاوا لتونس وعمروا تونس بك الذهب اللي دخلوه في البناضج، وبقى تاريخهم حتى لتوا البناضج مربوطه بالذهب اللي جابوه لندلس من بلادهم. من الماكلات قديمة في بلادنا واللي تلقى الأثار متاحها في الفترة الرومانية في أذنا، نلقاوها في هاك الموزاييك مصورة كروسات من القرن الثالث بعد الميلاد. الروسات هذيك مكونة من القمح المكسر وفيها طرف قديد وفول ولات برغل. أما كي تجي تاكل البرغل تفكر اللي جدودنا 2000 سنة التالي كانوا يأكلوا في الماكلة هذيك. هذا ياسي البرغل. توا باش نمشيو لتبرسق. قال لك يا سيدي ما فماشي فرح في تبرسق ما يطيبش فيه طاجين بالمرقاس. انا لهنا نتصور حتى حد ما يعرفوا طاجين المرقاس. وتبرسق كيما نعرفوا اللي اغلب سكانه من الاندلس لازم عندهم طاجين مرقاس، وهذه العاده تقريبا في الديار الكل اللي في تبرسق. اي يا سيدك هاو كيفاش يحضروه؟ ياخذوا الحم يرحيوه يفوحوه الفاح بقري يفتلوه كيما المرقاز ويتقلى، وفي المقابل ياخذوا طنجرة يقليوا فيها الطماطم والزيت والثوم، وبعد ما تتقلى نرميوا فيها هاك الكعبات المرقاز اللي قليناهم، ونحطوا معاهم طريف لوبيا وملح وزيتون، وتقف على هاك الصلصة نتاعها ونصمتوا العظم ونحطوه ترونشات فوق منها. هاي يا سيدي هذا هو الطاجين المرقاز. لكن في الحقيقة هو مهوش طاجين اللي مستنسين بيه ونعرفوه ديما. اليوم مش نسألكم آخر سؤال، مش نخرج شوية على الموضوع، مش نمشي وتول للزرارعية. الزرارعية سيدي كي نمشي ونحن للزرارعية ساعات أماتنا تسحق قضية من الزرارعية اللي هي رأس حانوت. رأس حانوت جماعة عندكم شي فكرة شنو معناها رأس حانوت ولا شنو؟ أنا في بالي بيه فاح، وهو ميلانج متاع فاحات أخرى من عشو بالضبط. خليط صلاح. هو خليط ما بين بعض التوابل. آمنة خليط به نشوف رأس الحانوت. قال لك سيدي رأس الحانوت الفاح يتكون يا من ثلاثة يا من خمسة ويا من سبعة فاحات، ما يمشيش بالزوز. أيوة
فهمت. فرودة. فرودة صحيح. فرودة. يمشي يا ثلاثة يا من خمسة يا من سبعة فحات. برش عبيد يسميه حاجات أخرين برأس حانوت واللي هما ما عندهمش علاقة برأس الحانوت. وفي جميع دول شمال إفريقيا الكل يسميوه بنفس الاسم. وفي بعض المناطق من شمال إفريقيا يسميوه باب الحانوت. باب الحانوت. اللي بيعوا الفحات يعني التوابلية ولا الزرعية. هيك هاو. قال لك الباب حانوت هذا رأس حانوت. قال لك اي زرير كي يقعدوا له حاجات من الفاح اللي ما تبعتش ولا تبعت منها شويه وقعدوا منها ما يلوحهمش يلمهم الكل ويحطهم في شكاره ويحطها على باب الحانوت يعني المدخل بتاع الحانوت هذاك علاش تتسمى راس حانوت. والله جميله ما تصوح بيه راس حانوت تعرف الفاح ولا عندنا لا عندنا حتى في مصر راس في مصر حانوت. درس الحانوت انا عارف ان هو اكثر بس اول مره اعرف المعلومه بتاعت ان هو عدد فردي 3 او 5 او 7 واللي تبي يحط ويتحطوا قدام. والله انت كنز والله يا حمزه. كل يوم بيطلع لنا بحاجه كده بس حاجه حلوه والله. بحق يعطيك صحه على المعلومات الثريه خاطر ساعات كما قلت ناكلوا الحاجات ما نعرفش تاريخهم غير الماء منين. انا كنت رجع لنا سهيل التصويره نتاع طاجين المرقاز. ايه هذه طاجين المرقاز الحقيقه انا عمري ما ذقته. انا حتى انا قلت انا شخصيا عرفته كيف حطت عليه لما يجي الشيف نساله بقى كده عنده فكره عن طاجين المرقاز المشموم. ايوه ابارامون سهيل ما يحبوش اما بلين برشا يا سهيل. طاجين هذا طاجين المرقاز. هذه طاجين المرقاز هاي مرقه. هي هذه مرقه. بالضبط. مرقة المرقز كليتها هما لا هاو كيف تتعمل هذه تتفتل الصوابع. اي صحيح تتفتل الصوابع كيما المرقز وتتقلي اللحم هذاك المفروض. هذه كليتها وبعد يطيبوه يحطوا فيه اللوبيا يحطوا فيه الملح يحطوا فيه الزيتون. دي مرقة كل مرقة الملح بالمرقز. هي مرقة لكن هما يسميوها طاجين. طاجين صحيح والله. اسم اندلسي راهو طاجين اسم اندلسي. فوالا انا كنت نسخايل معناها باش تطلع خاطر بكري وقت اللي نشوف في الفرن. لا نسخايل شو هاي الغلط في التصوير. ولكن لقيت طلعت بالحق يعني الطاجينه وغيالمون المرقه. شقيته فتره ولا مازال هي نور اللي قاعد نور اللي قاعد اصلا مازال مازال تحب له غيالمون ما تقعدش من ساعه ولا يذن السبع درجين. حسيته جماعه ماله هكا انت ما حسيت ما انت قاعد عملت مهد للشيف يعني انت جد عملت مهد والشيف هيجي يخبطنا الضربه القاضيه. صحيح يبقى احنا خلاص انتهينا بقى بالضبط. اما بحق يعطيك صحه حمزه بالشيخ دائما هكا بالمعلومه والافاده ان شاء الله تكونوا تمتعتوا بالحق. انا حبيت نختارها حاجه سبيسيال في يوم هكا بالحق يوم فضيل. ان شاء الله عجبتكم وان شاء الله ديما في التميز والتفوق. يعطيك الصحه ولسنا الوحيدين لكننا الموجودين والافضل. يعطيك الصحه على الاناره والمعلومات الثريه جدا في صندوق عجب. صندوق عجب. صندوق عجب. نعاودو نذكروكم ان شاء الله الليله باش نكونوا متواجدين في بطحه جامع الكبير ليله فضيله ليله 27 ان شاء الله باش نكونوا معاكم بالانيماسيون بالكادو بالخيمات ايضا التحسيسيه باش تكون خيمات مجانيه اللي نقيسوا فيها السكري وضغط الدم ايضا باش تكون فما خيمه للتبرعات سبيسيالمون لجمعيه صوت الطفل نسوا صغيراتنا نتفكروا صغيراتنا اكيد نحميوهم ونودوهم زاد خاصه اللي احنا قادمين على العيد كل بنت رمضان بنت رمضان بنت رمضان. يلا دو رتور على الحياه فهم احنا هكا اكيد مكملين معكم حاطين للخمسه نتاع العشيه الكادو نتاعنا المزيان من اهداء اكيد الحليوي فراغرانس وصل ودائما الكادو المزيان هذا باش يكون ليكم انتم كي نحكيو اكيد بارفيومري الحليوي فراغرانس نحكيو على بارفيومري عريقه وعريقه جدا من اول لي بارفيومري اللي في القروان جيبولي بارفان دو لوكس من عام 1985 نلقاو فيها لي زارتيكل اللي تحبوهم الكل خاصه اللي احنا توا قادمين على عيد وبرشا من الرجال والنساء لما حاله توا وقيت هكا هندي وقيت واحد يمشي هكا يهمهم ويشري الحاجات اللي يسحقهم في العيد وسكي دي برودوي كوزميتيك
كوزمتيك في الشعر، العناية بالشعر الكابيلير وإلا العناية بالبشرة وإلا الكوزمتيك توسكي المكياج والبارفان بيان سور تلقاوها في بارفيمري الحليوي فراغرانس الغنية على التعريف اللي موجودة في الحي التجاري. تبارك الله معناها محلولين يفرحوا بكم بالكدي بالكدي، ما نحكيش عادة على السيرفيس اللي غادي وعلى البنات اللي تلقاوهم غادي وينصحوكم على المكياج اللي ويتي البوم تاعكم على النوعية متاع البرودوي اللي يتمشوا مع البشرة واللوك متاعكم. النصائح هذه كل تلقاوها بيان سور في الحليوي فراغرانس. سينو احنا توت سويت ماشيين للغوسيت متاعنا كيما العادة في غوسيت تكالا. غوسيت تكالا غوسيت تكالا شيف أمين يا مرحبا. يا مرحبا مساء الأنوار، مرحبا سي حمزة السلام، مرحبا توت كيف تكنيك عايشك سيدي مرحبا. إن شاء الله جيناكم بالخير. اليوم باش نعملوا أونتري هكا خفيفة متاع هكا متاع متاع عرفت متاع قبل رمضان متاع 27 ومتاع طقس كيما هكا شوية مغيمة عرس الذيب متاع مازال عرس الذيب مازال سميشة سميشة يعني عرس الذيب فهمنا هنا عرس الذيب ده اللي هو إيه عرس الذيب مش قاعد كده مش فاهم حاجة قصر احكينا عليه تو نحكيو عليه مرة أخرى. لا لا استأنف به عرس الذيب هرجع نعطيك وقت اللي المطر تصب ايوه و فبقاس قزح الاستعانه بالصديق غيره. عرس الذيب هو النهار اللي تصب فيه المطر تكون الشمس تكون الشمس تشرق والمطر تصب بالسياسه بشويه يظهر فيها قوس قزح وبعد يظهر قوس قزح يتخدم العرس يتخدم العرس بقوس قزح مزيان في برشا الويل. شفت نقولوا كلام مفهوموش احنا نسجلوا لك عرس الذيب. لا ايوه ما عرفش كيفاش وصلنا العرس الذيب ما نسيتش. ايوه شيف يلا باش نعملوا اليوم حاجه خفيفه نظيفه تك تك فيت في باش نعملوا شرب تاع عدس انا برشا عنا باش نعملوا كريم احنا اي فلوتي تبدا يا باز فلوتي ومن بعد نزيدوا كريم داكور كريم فريش تولي بالطبيعة عنا كريم دولونتي نقولوا احنا داكور كثرنا لها من الماكله الثقيله من القلق الكليده من الدنيا كذا باش نعملوا حاجه خفيفه باش ناخذوا نبداو بالانجريديون تاعنا باش نسحقوا بالطبيعه عدس العدس تحب ناخذه الاحمر تحب ناخذه الاصفر كل واحد واش يحب ينجم يعمل زوز مع بعضهم المهم نبعدوا على الاخضر الاخضر يمشي اكثر للسلطه ما ينجحليش في الشوربه خاطر يبس شويه دونك هذاك نفخو نحطوا العدس نتاعنا نصبوا عليه ماء ديجا كان يغلي معناه نحطوا احنا بالطبيعه شويه ماء وملح يغليو بعد نصبوه مع العدس كما عملنا المره اللي فاتت في البرغل ديما البقول بصفة عامة نحطوا عليهم ماء يغلي باش تنحك كل شيء اللي فيه وفما معنى ساعات يبدا شرطو صبة فنقولوا احنا نتنجم تكون فيه وسخ في اي حاجة تطلع الفوق اوتوماتيكمون معنا بالماء سخون خليوه هذاك مدة ساعة ديجا باش نلقاوه ترى الكعبة العدس تتقشر معنى تنحى من هاك القشرة الزايدة معنى توت اون رياكسيون باش تنضاف كعبة العدس صفيوا هذاك الكل نظفوه بعد نجبدوا الكسارونة متاعنا نحطوا شوية زبدة وشوية زيت زيتونة قليوا العدس والبصل والثوم مع بعضهم بعد ناخذوا كعبات بطاطا مقشرين باش نقصوهم احنا دي مورسو صغار باش يتيبونا فيسع والبطاطا معناها الفايدة متاعها اني باش نقولوا احنا تلملي السوق ما تقعدش جارية السوق متاعنا فما اللي يحب يحط برودوك نور معناه يحطك الاروم نقولوا احنا متاع الدجاج متاع اللحم متاع الحوت هو شنو يحب نجم يعمل امبويون متاع الدجاج مثلا ياخذك جناحات ياخذك تروف الزايده متاع الدجاج يخلي يغليهم في الماء معاهم شويه غارنيتور اروماتيك معناه معاهم شويه بصل وثوم وسفناريه وشويه مثلا سلق اللي عنده معناه الخضره ويمرق به وبيان يمرق معناه بماء يغلي خليها تيب مع بعضها بالنسبة سامحني انا حرقت لزيتاب اليوم بالنسبة مسموح لك شايف حرقت لزيتاب مرمضن مرمضن ولا مرمضن بالنسبة نقولوا احنا معنا ناخذوا قياس بالنسبة لأربعة كيسان عدس نسحقوا كعبتين بطاطا بتجينا بيان لي معنا واضح نجمو نعملو نعوضوا البطاطا بالروز نجمو نعوضوا بالماء وفارينة نجمو نعوضوا بالنشا
اما نمشي واحنا قلنا في حاجه صحيه خفيفه نظيفه بقى القلق بقى لهرج معناها كابتن على 4 كيسان عدس عليهم كابتن بطاط دونك بالنسبه للفيح باش نسحقوا بطبيعه ملح وفلفل اكحل باش نسحقوا كمون يا حبه ذا يكون عندنا كمون كعب هذا باش يعطينا كلارير قول كمون ديما نرميوه في الاخر بطبيعه ما نرميوش في التقليه باش ما يتحرقليش ويمرر ويمرر لي بريباراسيون كامله نرميوه كطرف كمون في الاخر وما فيها بيسه كنجبدوا شويه الخبز البيض نقولوا احنا اللي باش يطيش صح نعملهم كوم دي كروتون معناها نقصهم ترونشات صغار ولا دي كوب صغار ونقليهم في شويه معناها زيت بطبيعه نعملهم شويه ملح بعد نرميهم في البريباراسيون عطيني كلاسبي كروستيان في الاخر للسوب نتاعنا هذه هي للسوب شربت العدس نقولوا احنا نجمو نزيدو في الاخر كريم فريش تولي كريم معناها ديجا هي قاعده تطيب نجمو ديجا بلا تحسوا والله دسم نتاع القايت هذيا يشبعنا تصور شيخ مش صحيت فوالا وبنينه برشا برشا الحقيقه ومتاع قايتها فما اسيوس اخرى نجمو نعملو فما بريباراسيون اسمها موسلين موسلين مالح هذايا ناخذ مثلا نسكالوب نتاعنا نرحيوه في الميكسور نزيدوه على كل 100 غرام ابيض نتاع عظمه عليه نقولوا احنا اشتر مغرفه كريم فريش لي بريباراسيون بطبيعه باش يكون اسيزونيم فواحد جو بي بعد كي ترحاه هذايا الكل حطوا طنجره تغلي نجمو نعملوا ديكونيل مثلا نقولوا احنا مغرفه نعملوها فورمه هكا فورمه نتاع مغرفه تاع اسكالوب مرحي تترمي في وسط الشربه نجمو نعملوها باللحم نجمو نعملوها حتى بالحوت معناها اللي موسلين هذوما يجيو برشا حاجات فهمتني يزينوا الحقيقه ويبينوا هكا تبدا كتر في الاسكالوب المرحيه البنينه تنجم تحط فيها شويه بندق شويه زوزه كل واحد شنو يحب تجي في وسط الشربه حاجه عالميه على الاخر دونك هذه البريباراسيون المالحه قلنا هكا شربه العدس فيها شويه كروتون شويه موسلين تمشي امورنا منظمه 5-5 ديما نحاولوا نبعدوا معناها في الكويسون نتاعها على النار القويه بالطبيعه ما لازمهاش تكون معناها تيب على نار قويه باش ما تلصقليش تحرق لي من اللوطه وتفسد ومام ناكلوا حاجه بنينه وصحيه وتمشي امورنا سهله ومزينه وجولي وتشبع وكل شيء alors هذه السوب نتاعنا في المالح نمشيو للديسير نمشيو للديسير انا فهمت شكون يحب يمشي للخبا لا نمشيو للديسير فيت في اي دونك باش نعملو احنا كوركولون معناها كيما من لي فامي نتاع لي فوندون شوكولا باش نعملو كوركولون ناخذو ريسيت فيت في بطبيعه لسته من الناس ناخذو 150 غرام شوكولاته عليها 150 غرام زبده 60 غرام سكر 60 غرام فرينه ثلاثه عظمات باش نسحقوا حكة معجون تيوكال لبنين باش نقول لكم بعد شنو باش نعملوا به ولا خلينا نبداو بها هي ناخذوا القوالب نتاع الثلج نحطوهم في كونجيلاتور نتاع غلاسون قوالب غلاسون نحطوا فيهم كل واحد معناها نعملوا دي كوب نحطوا معجون تيوكال اللي يحب يختار الفريز اللي يحب يختار المعجون اللي يحب يختار المشمش كل واحد وشنو القول اللي يحب يلقى جينيرالمون معناها اللي شوكولا بنواح نمشي معاهم تو سكي فروي روج انا نمشي في الفريز اكثر داكور دونك باش ناخذ انا قوالب نتاع فريز نحطهم في الكونجيلاتور مده ساعتين بالطبيعه باش يشدوا رواحهم فيت في الكل نتعدى نحضر البريباراسيون نتاعي اول ايتاب نبدا بها نذوب بالطبيعه الشوكولاته مع الزبده بالنسبه للروسيت نتاع الكوركولون ريت قد الزبده قد الشوكولاته قد الفرينه قد السكر معناها انت باش تدوب لي الكونتيتي تلقى معناها تمشي منظمه معناها مش تفسد البريباراسيون دونك قلنا نذوبوا الشوكولاته معها الزبده بالطبيعه في باماري ولا في ميكروواند والميكروواند ديما ماذا بينا نحطوش النار سخونه فيه معناها ما قويوش في الواتاج نتاعو نحطوهم احنا في باماري بعد ناخذوا العظم نتاعنا ثلاثه عظمات نزيدوا عليهم السكر نتاعنا ونركضوهم بطبيعه اللي نتولي عنا تكستور موسوز تولي بريباراسيون كنقولوا احنا بال شويه باسله شويه دونك هذا البريباراسيون الثانيه نزيدوا عليها الفارينه ومعناها الفارينه بطبيعه باش تكون مغربله ديما ننصحوا اني الفارينه تكون مغربله قبل ما نزيدوا لها بريباراسيون دونك نزيدوا الفارينه للعظم والسكر اللي ديجا ركضناه
بعد هذه الكل ولا عنا بريباراسيون في عظم وسكر وفارينة، نزيدوا عليها الشوكولاتة والزبدة الذايبة. دونك هذو ما كلتا ولا عنا ميلانج بيان موجين، حركوه مع بعض وديما حركوه بسباتول، حاولوا اذا فما شويه كعبير نتاع فارينة وجينيرالمون اذا باش نغربلو في وسط البريباراسيون ما تكعبرنيش. دونك هذه كل نخلطوا مع بعض وناخذوا ليمول نتاعنا، ماذا بينا ديما ليمول صغار باش تعطينا الكركونات القلب الذايب هذاك من داخل، نعملوه شويه زبده، ماذا بينا نبعدوا على الفارينة في الليمول هذوما، خاطر اذا تطيب برشا خاطر باش تطيب على نار قويه تحرق لي الفارينة تولي تعطي ريرغو خايب وتعطي حتى اسبي منظر خايب. نجمو نحطو بودر كاكاو، نحطو شوكولي، نحنا شنو عندنا في الدار نمشي واحنا اسهل في الزبده ولا بابيي كريسون، صبوا البريباراسيون تاعنا خليوه تطيب بالضبط مده 10 دقائق في درجه حراره 220 درجه. ايوا في الخمسة دقائق من العشرة دقائق اللي باش تطيب فيهم نبدا الكوب ونسقطه في وسط الفوندون تاعي ونسكر عليه ونخليه يطيب. بعد ما نحكي لكش باش نجبدها نور ونقلبها في الصحن. يعني كل كريم كراميل اما بال تنجم تعملها راهو لي كوب هذوك انا اخترت بالطبيعه باش نعملهم معجون تيكال، تنجم تعملهم بالكريم كراميل، تنجم تعملهم بالكراميل بورسالي، بالكريم بالكراميل مو، تنجم تعملها بالشوكولا بلون، تنجم تعملها بألف حاجه وحاجه، تنجم تعمل حتى كراكلام، معناها نقولوا احنا كل كراميل يبدا فيه نوازيت وكل تنجم تحط فيه كراميل ولوز، تو دي بونت وشنو تحب. هذا تنجم تحط فوق معناها اللوز والحاجات تنجم تحط فيه كل شيء. كل شيء، سي تري بيان. تكلي البرنامج. يعطيك الصحة، يعطيك الصحة. شايف الوغ ديسير بنين نوار شي بنين يعمل 66 كيف الوغ إن شاء الله هكا نكونوا وديناكم نودوكم ولا نشهيكم يا جماعة. هذا شيء مزيان حتى هكا يجي في الطقس هذا. هذه كانت غوسيت تيكال بالنسبة لليوم. غوسيت تيكال. غوسيت تيكال. بعد شوية احنا باش نكونوا على موعد معاكم في الشارع القيرواني، انتم تنجموا تربحوا الكادو هذا المزيان من اهداء لحليوي فريغرانس، فيه برشا ارتيكلوات مزيانه مزيان، صح عليها اللي باش تربح اللي زختيكل اللي موجودين. والله صح عليك كما قال رامي خليل. يلا سيدي صح عليكم يا جماعه، احنا مازلنا متواصلين معاكم حتى الخاصه تاع العشاء. بنة رمضان. بنة رمضان. بنة رمضان. مرحبا بالناس كل اللي التحقت بنا، لقيت هذه اكيب الحالة فهم تخرج للشارع القيرواني وتربحكم كادو مزيان من اهداء بارفومري لحليوي فريغرانس. اكيد عمرو ميرسي بارفومري لحليوي فريغرانس ديما ديما مدلتنا باللي كادو المزيانه، وكما العاده ليكيب الكل مع صلاح في الشارع القيرواني. نشوفوهم الزملاء اسكو هكا سافا الطقس عليهم، اسكو لقاو تاكسي، اسكو مازالوا قاعدين يشوفوا والا لا. صلاح يا صلاح وينك يا صلاح؟ يا نور مرحبا بيك. بالله تحيه شكون في الكادراج؟ تحيه لسهيل اللي يعمل في الفازيتك في الكاتراج. معايا ديف ومعايا انت الاثنين موجودين معايا برا اهوت. هي النهارده نزلنا على فكره في نسمه هوا النهارده على غير العاده. سبحان الله حتى لسه القدر جايه يعني بالخير والفرحه بتاعتنا في كل حاجه. والحمد لله. بصينا كاتراج كده شفنا اجواء الشارع كده للناس في رمضان. وشوف لنا اي تاكسي كده نوقفه النهارده، حظه حلو اللي معانا هداينا كتير. اليوم يظهر لي ما دام الطقس حلو باش نلقاو تاكسي. انت على تاكسي هنا. الازهار اللي ريته عند صلاح في التاكسي عمري لا ريته. الازهار نتاعك خليك معايا. انا فاشك. الازهار نتاع صلاح في التاكسي نسحقوه الناس الكل معنا نهار الاثنين. بسم الله. صلاح مازلت معانا؟ اهو معاكم اهو. ده لقيت تاكسي اهوت والله. اي الحمد لله. ايوه حنحاولوا انه نرجعوا التصويره معاك صلاح. نعرف اشكاليه. أيوة من الكونيكسيون. الوغ حسب ما اخر حاجه قلت لنا لقيت التاكسي فوالا رجعت لنا التصويره. تخي بيان. ايوا يا عسلامه ومرحبا.
ايوه طلعت معاه سعيد. اخويا اتكلم مع يقعد على شمس معاك. مرحبا بيك. مساء الفل عليكم رمضان الكريم. طيب حصلت لك على حاجه مهمه؟ لا 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 هو المخاب. لا لا والله خافينك والله اخر الكلام. قعدنا حبيب معاك اذاعه الحياه فاهم. انت اول ما ركبت لقيتك مشغله بس قلت لك نقص شويه الصوت على فكره معنا ان شاء الله. انا جاي لك من مصر مخصوص حضرتك بالظبط علشان اخطفك. مرحبا بيك. عاود عيد فكر. الله يستر يا فندم واعز الناس واحلى الناس يا رب. كل سنه وانت طيب رمضان كريم. النهارده كده جايين معانا هدايا وحاجات جميله كده ومفاجآت. بس قلنا كده نتكلم معاك شويه وندردش معاك شويه كده ونسالك كام سؤال كده بسيط. اولا رمضان عامل ايه معاك السنه دي؟ الحمد لله رمضان كان كويس. شيء كبير بجد ولا شيء كبير؟ والشغل معاك في تمام؟ شيء كبير. سير معناتها خمس يوم مرتاح. وبالنسبه للاجواء بتاعت رمضان يعني مثلا بعد الفطار بتنزل مثلا شغلك ولا شغلك في النهار؟ ليل ونهار. نخدم ليل ونهار من 10 بتاع الصباح لحتى 11 بتاع الليل. طب والله يا ربنا يكون في عونك يا رب. هسألك سؤال بقى كده، انت بتروح النهار من الخدمه كده وقت الفطور بتعمل جو معاهم في الدار كده ولا بتروح تعبان يعني مثلا تبقى ايدك مع ايد المدام؟ اكيد انت متجوز طبعا. اكيد عندي 19 سنه متجوز وان شاء الله ربنا يدينا. ده خلاص ده انت دفعتك لواء. دفعتك لواء يا راجل. وعندك اولاد؟ عندي زوج نايب. ربنا يبارك لك فيهم. واحد العام الجاي بقى اسمه امين. كام سنه؟ 19 سنه. العروسه ما شاء الله. هاي العام الجاي بقى. والثانيه؟ وابتسام مارته نوفيه. عاشت الاسامي. ربنا يبارك لك فيهم ويخليكم فوز. شوف الكاميرا الحلوه دي بتقول لك ايه؟ عاوز اسالك يعني انت مثلا في رمضان بتعمل معاهم جو مثلا بتحضر معاهم الاكل وبتشاركهم فرحه رمضان؟ حضر الطاوله معاهم نحط كرش الطاوله كيسين بتاع الميه. بعد الرجاله بيروح الدار يبقى هو قاعد فيها اللي هو عامل فيها دور الريس. اعملوا هنا وهاتوا هنا وما بياخدش تعب الست في المطبخ. لا بس مش تعب شويه وقت. يعني انت مثلا بتقدر دور زوجتك مثلا هي في المطبخ على تعبها وتعبها؟ لا نعاونها بجد. نعاونها ولا نعاونها؟ والمواعين اللي بتغسلها؟ لا هي تغسل المواعين وانت بتقدر تتفرج عليها. هي عندها مهمه المره الجايه لما تصدق تقول انا غسلت المواعين. عاوز اقول لك على حاجه يا صاحبي. الراجل بجد ما بتكسفش من اي حاجه. على فكره قمه الرجوله وعز الرجوله اساسا ان تكون في ايدك مع ايد اهل بيتك في كل حاجه. وده ابتداء حتى بالرسول. كان الرسول كان يقوم على خدمه بيته. النهارده في ليله القدر يعني تمتاز ليله القدر ايه عن باقي الليالي في رمضان؟ يعني من وجهه نظرك انت ايه الميزه اللي ربنا فضل بها ليله القدر؟ رب سبحانه ونزل فيها مثلا القران الكريم. بارك الله فيك. القران والرحمه والمغفره والتسامح ونتسامحوا فهمتني ونتعاطوا مع الناس فهمتني ونحبوا بعضنا. واكيد طب يا ريت الناس كلها تفهم ده. بالنسبه للاكل يعني في اكل معين بتعملوه في القدر؟ لك في ليله القدر لك اللي ما تخشش باللحم. اي بلاش بس يعني. لا علوش. علوش والحمص والحاجات الحلوه دي. زبيب لك احنا بنعملوه بالزبيب لك. زبيب لك. اه ده. اه عندنا في مصر برضه بنعمل العظام المصموطه. زي في العظام المصموطه نقسم الكعبه لزوز فهمتي ونحطها. الله الله يا سيدي. ده انت جاي امورك واضحه بقى. ومعانا فهمتي شويه لبن. لبن. الله الله تمام فهمتي. ومعانا سلطه مثلا. بقول لك يا خدني معاك افطر معاك النهارده. الله يبارك فيك. النبي احط حبيبي والله يا راجل وقد كلمتك والله. الله يسترك. احسن المصريين في ليبيا. الله يسترك. وانتم احسن الناس والله بجد. طب النهارده كده عشان ما اطولش عليك. جاي نقدم لك هديه. ده مقدمه من بركر الحليوي تحت اشراف اذاعه الحياه بمناسبه حفل الملح. الهديه دي خد لنا كده. الهديه دي صورها لنا كده. ده كده للمدام. بقرر واقول للمدام بمناسبه حفل الملح وتعبها ووقفتها في المطبخ والكوزينه. واتمنى تكون بتسمعنا النهارده ان شاء الله. وجه لنا كلمه ورساله كده للمدام والكل اللي بتحبوه من اذاعه الحياه بسرعه. اذاعه الحياه ذيك امتيعنا ذيك كل يوم نسمعوا فيها ان شاء الله. تمام. والمدام في ان شاء الله هم يقول ربي رانا نحبك. ربنا يخليكم في بعض. حتى معايا يا ست هانم الراجل بيحبك اهو. الراجل اهو الله يعينك. يعطيك صحة سلام. مشكور. ليك في مغيل حبيبي حاج عمر اللي ديما عندلتنا واللي ديما
بالكادوات هكا فرحة بينا انتم كل يوم عندكم شانس باش تربحوا كادو مزيان من ايدي الحليوي فراغرانس اللي ديما ادلكم باللي برودوي كوزميتيك لكل الرجال والنساء مركزين باش على النساء احنا اللي متدايخه بحق تعبوا ويستاهلوا كل خير انا ميرسي توكا اللي ديما مامنه لنا الحصه ايضا الفريق جي اس ام اللي ديما ندلكم بالكادوات ايضا نعاود نذكركم من الليله ان شاء الله باش نكونوا على موعد معاكم الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا والناس كل اللي دائما معانا هذه الدعوه مفتوحه للجميع ان شاء الله باش نكونوا معاكم في سهريه اكسبسيونيل ليله 27 من امام بطحاء جامع عقبة بن نافع الجامع الكبير بيان سور باش تكون فما خيمه لتقصي الامراض اللي تفعلكم السكري وضغط الدم مع انيماسيون حلوه برشا ومزيانه وما تنساوش زاد برشا كادوات للربح ان شاء الله يعطيكم الصحه ليكيب تكنيك اللي كنتوا معانا لليوم اليوم ميرسي زميلنا امنا زميلنا احمد زميلنا احمد الشفار زميلنا سهيل في الديجيتال زميلتنا اونس زميلنا سيف زميلنا صلاح وللكيب اللي كانت معاكم يعطيك الصحه حمزه الشيخ ان شاء الله كل عام صباحين بخير مرة أخرى ربي إن شاء الله يعيد علينا هالنهار المزيان هذا كيما كل عام وكيما كل ساعة وربي يفضلكم الناس كله ربي يحفظكم وشاهي طيبة يعطيك صحة شفا مين قبل ما نحكيه حتى كلمة أنا مطالب حقي في كادو من عند حليوية من عرش من عند أي واحد حاضر أنا لا 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 نستوصلك من عند حليوية نحب كادو نعرف أمرهم بالقديرة وناس طيبين ويفرحوا فينا زادة برشا برشا كادو نهار الجمعة آخر معناها آخر ليميسيون نحب كادو تعبت أنا كل يوم تحضير الروساتيش عندك حق تدلل شفامين تدلل ونص نبدأ قاعد في الليل إيش نعمل غدوة إيش طيب إيش عندك ألف حق خويا أنا نطالب حق عندك ألف حق خويا وإحنا سمعناك يعطيك الصحة بحق اللي دائما مرافقنا باللي غسيت كنت معكم نور البيجي وإن شاء الله نرجعوا معاكم غدوة في نفس التوقيت هاي هلت الأكيب وهذه هي بنت رمضان إن شاء الله تصوموا وتفطروا بالصحة شيء طيبة إنس كله مع بنت رمضان الجو معنا ياسر مزيان انتي يلي تسمع فينا جبنا لكم دبارة بنينة في وسطها حكاية وتشنشينة ما لفاش تستنى وعدل الموجة مع نور واللي كرونيكور كل يوم من الاثنين للجمعة من ماضي كثر الخمسة على الحياة فام رمضان على الحياة فام بنا أخرى